حبايب قلب ميوره وسيف، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جينا لكم بفيديو جديد ومقلب جديد. المقلب النهارده في قرايب سيف، في اخوات سيف وفي مامته وبابا، هيكلمهم يقول لهم قالوا انا مش عايز اكمل مع ميار. بالظبط. ونشوف بقى رده الفعل، هل هم بقى عايزيني مش عايزيني؟ اكيد مش عايزيني طبعا، فكل حاجه هتبين بقى. المهم يا اخواتي، قبل ما نبدا الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير وحاجات كتير كده، كتير 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 على زر الجرس. يلا بينا يلا بينا. انا خايفه مرعوبه قوي. اول حد هرن عليه وهي اخت سيف الكبيره، طبعا هتقول له حرام عليك، انا عارفه ان دي واثقه فيها. الو الو يا رو، عامله ايه؟ عامله ايه؟ لا انت سخن. سخنه يا بنت، انا بعمل لك ايه؟ المهم يا رو، انا عايزك في الموضوع. موضوع ايه؟ انت هتتجوز صدق؟ طب ماشي، هتكلم يعني ولا ما اتكلمش؟ كلمك عشان انا فاهمه انت اختي الكبيره وبتاع. اختي الكبيره ايه؟ اهلا بيكم. دلوقتي مع منصه 1 اكس بيت هتقدر تتفرج على كل المباريات حوالين العالم والجيمنج لايف ستريم مجانا خلال التطبيق. كل اللي عليك هتدخل على البطولات المباشره او لايف تورنمنتس وتختار اي مسابقه تتفرج عليها من خلال علامه التشغيل دي. هنا مثلا اللي شغال هو ماتش الزمالك وشباب الوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا بدون اي مشاكل. كمان تقدر تتفرج على جيمنج لايف لكل الالعاب زي سي اس جو. وما تنساش وانت بتعمل اول اذاعة هتاخد بونص يوصل ل 5200 جنيه. مستني ايه؟ حمل التطبيق. انت البنت الكبيرة اللي في البيت فلازم ناخد رأيك. المهم انا قررت قرار. قرار ايه؟ انا هسيب ميار. تعبت ولا تعبت؟ ايه؟ ايوه هسيب ميار. ده ليه ده؟ اوه زهقت. حد زق ميار؟ ايوه انا زهقت، مش بقولك انا زهقت. فبقى في حد زهق من ميار، انا زهقت. عايز اعيش حياتي شويه. تتكلم بجد يا رو؟ انا هعذر معاكي ليه؟ لا بجد مش زهقت منها. ليه يا عم؟ انا زهقت منها يا رو، وقلت اشاركك في الموضوع ده. انت ايه رايك؟ لا مش موافقه طبعا. مش موافقه ليه يا رو؟ ايوه موافقه ليه؟ حرام عليك يا عم، انت ليه؟ انا خلاص زهقت وجددت منها. بنت رخمه كده. وانا ما قلتش عليها رخمه. وايه اللي ما قلتش عليها رخمه؟ انت بتدافع عنها ليه؟ ايوه. وانا اخوك ايه ولا جايباني من الشارع؟ مش فاهم انا. هي بقت اختي كون اعتبرها اختي برضو عادي. لا يعني انت انا خلاص انا قررت. لا خلاص انا قررت. انا سيبك الموضوع مش لعبه. ايوه اللي كل شويه تقولي انت عبيط. ايوه الموضوع مش لعبه. يعني ايه كده اهو التفكير ده لوحده حرام عليك. لا بس ليه تسيبها؟ طيب مزاجي، جالي مزاج ان انا اسيبها. خلاص انا قررت يا روى. خلاص انا قلت اشاركك يعني. تتكلم كده؟ لا اله الا الله، انا هزر معاكي ليه؟ قولي لها حاجه يا ستي. بنهزر. كنت حاسه انه مرض ولا لا؟ انا مش مصدقه. اهتمها ليه؟ انت شغاله اصلا؟ ايوه ده بنصور كمان. والله انا كنت واثقه فيكي قوي. والله انا كنت حاسه ان اكتر واحده هتقف جنبي رؤى بجد والله العظيم. مش اخت سيف دي، اخت انا فعلا يعني. انتوا شفتوا بحبك قوي يا رؤى والله العظيم. رن على حماتي تاني حد. بص يا جماعه، حمادي هتقف صف متاكده. تقول له حرام عليك يا ابني ما تظلمهاش، وطيبه وجميله وامور. فيلا بقى نشوف حماتي هتقول ايه. ايه رد فعل حماتي؟ الو ايه يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك ايه؟ قول. انا خدت قرار كده وعايزك فيه يعني. قلت اقوله لك. خير يا رب، اللهم اجعله خير. انا هسيب ميار. دهبل يعني ولا ايه؟ دهبل يا ابني ولا ايه؟ اهبل ليه يا مو؟ بقول لك هسيب ميار. ايه الهبل في اللي انا بقوله؟ ولعب عيالها حلو انت؟ لعب عيال في ايه يا امي؟ بقول لك هسيبها. مش هتسيبها يا حبيبي، مش هتسيبها. ما تتجننش في عقلك. بطل جنان بقى يا سيف بقى والنبي. بطل جنان، الواحد مش ناقص. بتحب موبايل جه يقول ان هو ما فيهوش مساحه. راح سيف قال لها يا ماما دقيقه وهرن عليكي، فهيرن عليها ويكملوا كلام. ايوه يا سيف. ايوه بتقفل ليه يا ابني؟ قول لي تمام. ايه اللي حصل؟ انا هفتني الشوق كده، مش عارف. زهقت يعني؟ الشوق اتهبلت يعني في نفوخك؟ زهقت يا ماما. يعني ايه زهقت يا سيف؟ ما بيحصل ما بينكم مشاكل قد كده، ما فيهاش حاجه يعني، وكل حاجه بتعدي يعني. لا هي من غير مشكله، هي انا زهقت. مفيش حاجه اسمها زيت. هو لعب عيال يا سيف؟ مش لعب عيال. انت راجل كبير وفاهم. اعمل ايه بقى؟ انا زهقت منها. اعمل ايه؟ خلاص مفيش حاجه. زهقت منها يا ابني. يعني ايه يا ابني؟ دي بنت ناس. انت عبيط؟ دي بنت ناس يا ابني. مفيش حاجه اسمها زهقت ولا ما زهقتش. وعندك اخوات بنات، ما ينفعش.
ومعارفها يعني اخلاقها وطيبتها وحنيه قلبها. وشفت نينه ازاي؟ والله يا ابني البنات دلوقتي زي الزفت. وما فيش الكلام ده، فين الحنيه دي وفين الطيبه دي؟ يا سلام يا سلام، دلوقتي ايه اللي فين الحنيه؟ وانت عشان بس حصلت مشكله تقول فين الحنيه وفين الطيبه؟ بتنسى الحلو يا سيف. يا سيف ما تقولش كده. انسى حلو ايه يا ماما؟ انسى حلو ايه؟ دي اقول لها ايه طيب؟ انا زهقت يا ام، اعمل ايه؟ عملت لك ايه كل ده؟ ما عملتش حاجه، انا زهقت. لا اله الا الله محمد رسول الله. في سبب يا سيف، في سبب، تقول لي سبب، قول لي سبب. في ايه يعني ليه ده كله؟ اقول لك السبب؟ قول لي السبب. ده مقلب على فكرة. والله بحبك قوي. اشتمكم؟ احنا مصورينك على فكرة. اصلا لما قفلنا الموبايل قال لنا هو ما فيهوش مساحه، راح قال لك دي اول اكلمك كنا بنفضي مساحه. والله العظيم يعني ماليش غيرك فعلا بجد. هو اللي قال لي. ما شكتيش خالص؟ ايه ما شكتيش؟ لا انا عارفه اسمك مجنون. يا ماما يا ماما قالت. هنرن بقى على اخت سيف التانية ونشوف رأيها هيبقى ايه. بس منوشة دي قلبي مش هتوافق، ودي روحي والله في الدنيا دي كلها، فعلا نشوف رأيها هيبقى ايه. طبعا سايبين الراس الكبيرة للاخر، البيج بوس بتاعنا حماية سايبينه للاخر عشان ايه يبقى نهاية الختام البيج بوس بتاعنا. فهنخلص منه ونكلم حماية. فاصل ونواصل. هي منا عاملة ايه؟ الحمد لله. قررت قرار كده وقلت اخد رايك فيه. قول. انا قررت اسيب ميار. نعم. ايوه اسيب ميار. مين؟ ما قلنا ميار. ليه؟ اهو بقى زهقت منها. لا. قولي لا. لا. ما انت بتحكمي عليا ولا ايه؟ قولي لا. لا خلاص اخد رايي ليه؟ لا. يعني بشاركك. مش هكلمك. هتقاطعيني يعني يا منى عشان خاطر ميار؟ لا طبعا. بس لا لا ما تجيبنيش لا طبعا. زهقت يا منى اعمل ايه؟ لا طبعا. ما لو سبتها يعني هتعمل ايه؟ وإلا هعمل ايه؟ هرجعكم لبعض. رجعنا لبعض ازاي؟ اسفه بس كلمها وهبص نعمل اي حاجه. اعمل اي حاجه بجد. لا ما تبقاش يا سيف بس بطل بطل بطل. بتكلم. انا هسيبها من خلاص، هسيبها من خلاص. لا يا سيف، ما انا بكلمك عشان تقولي لي لا، ولا بكلمك عشان باخد القرار معاكي؟ لا برضه لا، ما ينفعش يا سيف. لا خلاص بقى، خلاص لا خليك جدع. منى انا بحبك قوي. ايه ده؟ مقلب مقلب مقلب. كنا مصورينك فيديو. ها؟ نعم. والله والله بحبك قوي يا قلبي، وربنا يخليكي ليا والله واثقه فيكي. منوشه يا جدعان دي السجن بتاعي. قلبي قلبي جماعه. كنت متوقعين ان اهل السجن كلهم يقولوا له لا؟ كنت متوقعين بجد؟ مش متوقع ليهم ما بيعشقوك بس. ايوه. ف في حفله ورانا دلوقتي بقى يا جماعه. هرن على حمايه البيج بوس بتاعنا، انا متاكده وواثقه انه هيهزقك عشاني. نتراهن؟ انا كده بتهزق انت كده. لا على فكره حمايه ما بيهزقكش، بس انا عارفه ان اهل سيف كلهم بيحبوني اكتر من سيف. الحمد لله. صلى على النبي. السلام. قررت اسيب ميار. لا والله. لا والله قررت اسيبها الصراحه. ليه؟ ان شاء الله. يا ليه كانت بتعيط على النت كده؟ عيط البت دي. ما عيطتهاش والله، ده فيديو عادي. فيديو يعني هي بتقول حياتها قبليه كانت وحشه، وبعد ما بقت في حياتها بقت حلوه. بقت اوحش. ما انا بكلمك جد دلوقتي. ايوه حبيبي اتفضل. انا مش عايز اكمل معاك. ليه ان شاء الله؟ هو زهقت منها. زهقت منها؟ لا والله. حلو الكلام ده، جميل. والله. انت هتلاقي ضفرها يا جزمه. ماليش ضفرها ليه يعني؟ من قله يعني البنات يعني؟ انت بتنكد بقى بتقلش صح؟ لا مش بقلش، هقلش ليه؟ بنات كتير بس مش اي بنت كويسه يعني، يعني البنات كتير. انا بقى مش عارف اعمل ايه دلوقتي، وانا قررت ان انا اسيبها واكلم بقى. انت بتشتغلني يا هرم. بشتغلك؟ ايوه. ايه اللي حصل يعني؟ ما انت لسه كنت كويس الدنيا. اشتغالك كده في الموضوع ده. اشتغلك ليه يا بابا؟ انا بكلمك بجد دلوقتي. انت عايز ايه؟ مش فاهم انا. عايز اسيبها دلوقتي اعمل ايه؟ تاخد سيب في ايدك. يلا انت حر. طب قول اعمل تهزق فيا كده.
يعني ما ازقش فيك، ازق فيك ليه؟ والله عمال تهزق فيا. هي بنوتي وحبيبتي، انا عشان تصل عليها دلوقتي خليها تطلع عينك. طلع عيني؟ مش محتاج تتصل يا عمو. قلبك كان حاسس الموضوع اشتغاله. ايوه لا انا حاسس اشتغاله طبعا. انا قاعد كده دوب يعني، مش هيجي يشتغلني الواد ده؟ بابا ده محسه عملت هزه فيا من اول الفيديو وانا مش عايز اتكلم. انا قفشه يعني. يعني احنا طالعين فيديو تهزق فيا؟ لا والله. والله مصورين. يا اولاد الذين طب بتشتغلوا لي طيب؟ وعشان نشوف بقى ردة فعلكم هتبقى ايه؟ ربنا يخليك لنا يا عمو، كنت واثقة. هيخليك يا عمرايا، هيخليك يا حبيبي. والله انا اتهزقت انا بس عادي يلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وسبسكرايب. قبل ما تنهي بس حسيت ان انا قبل ما تنهي بس يا جماعه، اهل سيف كلهم اهلي، بحبهم جدا جدا جدا، وانا وهو كنا واثقين ان هم هيدفعوا لي، بجد بحبهم قوي، ربنا يخليهم ليا وربنا يحمينا ويبعد عننا العين. باي باي.